السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا تالت سنتعلم وحدة جديدة في مادة الرياضيات، وحدة القياس. نتعلم وحدة القياس في وحدة الرياضيات. سنتذكر أولا أدوات القياس التي تعلمناها في الصف الثاني، مثل أداة المسطرة، قمنا بقياس القلم والمسطرة، وأيضا المتر، هي أداة من أدوات القياس. المسطرة تستخدم لقياس الأشياء الصغيرة مثل القلم، الهاتف، شيء صغير. نقول استخدام المسطرة، نقول طول القلم الآن هنا 8 سنتي متر، من الصفر لحد 8 سنتي متر. أما اللوح هنا سنقوم بقياسه بالمتر لأنه كبير ولا نستطيع قياسه بالمسطرة. وحدات القياس يا ثالث تعلمنا في الصف الثاني السنتيمتر والمتر. أما في الصف الثالث سنتعلم الكيلومتر والملي متر إن شاء الله. مثل ما قلنا في الصفحة الماضية أن المتر نقيس به الأشياء الكبيرة مثل اللوح، الشباك، الباب، الحائط، طول شيء كبير. أما السنتيمتر الأشياء الصغيرة. سنتعلم في الصف الثالث الكيلومتر والملي متر. الكيلومتر هي أكبر وحدة قياس يا ثالث، أما الملي متر هي أصغر وحدة قياس، إن شاء الله سنذكرها في هذه الوحدة بالتفصيل. الآن سنقوم بحل التهيئة. أقدر الطول فيما يأتي مبينا السبب. قلم الرصاص 20 سنتيمتر أم 20 متر؟ أحسنتم، 20 سنتيمتر، لأن السنتيمتر أصغر من المتر ويستخدم لقياس الأشياء الصغيرة. السبورة 3 متر أم 3 سنتيمتر؟ أحسنتم، 3 متر، لأن السبورة كبيرة لا نستطيع قياسها بالسنتيمتر بل بالمتر بالشيء الكبير. الآن أرسم دائرة حول الزمن الأطول مبينا السبب. ترتيب الأزمان، أقل شيء الثانية، ثم الدقيقة، ثم الساعة، ثم اليوم، ثم أسبوع، ثم الشهر. الآن من أطول، الدقيقة أم الساعة يا ثالث؟ أحسنتم، الساعة. ساعة أم يوم؟ رائعين، يوم أكبر من الساعة. أسبوع أم شهر؟ أحسنتم، الشهر أكبر من الأسبوع. خمسة أيام أم أسبوع؟ أحسنتم، الأسبوع هو أكبر من الخمسة أيام، إن الأسبوع أكبر من اليوم. الآن ننظر إلى الساعة، أكتب الوقت بالكلمات. هنا الساعة، العقرب الصغير عند العاشرة والكبير عند السادسة، إذن الساعة العاشرة والنصف. ننتقل الآن إلى الساعة هنا، الصغير عند الساعة الثامنة والكبير عند الثلاثة. تقرأ يا ثالث. الثامنة والربع. أحسنتم يا أبطال. ننتقل الآن إلى هنا، كم الساعة في هذه هنا؟ أحسنتم، الساعة الصغير عند التاسعة والكبير بالضبط، إذن الساعة التاسعة تماما. والساعة هنا، أحسنتم، الساعة الثانية إلا ربع. يأتي الكبير قبل التنتين، الصغير قبل التنتين بنتفة، والكبير عند الساعة عند التاسعة، نقول الساعة الثانية إلا ربع. الآن ارسموا عقربي الساعة في المكان المناسب لتمكن من تحديد الوقت. الساعة هنا التاسعة، السابعة. سنقوم بوضع السهم الصغير عند السابعة والكبير عند الـ 12، إذن
تقرأ السابعة تماما. الرابعة والربع، سنقوم بوضع العقرب الصغير عند الرابعة هكذا، والربع الكبير عند الثلاثة. التاسعة والنصف، سنضع العقرب ما بين التاسعة والعاشرة في النصف هنا، والكبير عند السادسة. التاسعة والنصف. الخامسة وخمسة وأربعون دقيقة، سنضع قبل الخامسة هنا الصغير، والكبير عند التاسعة. والآن يا تال تنتهينا من تهيئة درس وحدة القياس. إن شاء الله الحصة القادمة سنبدأ في أول درس في الوحدة درس القياس. يعطيكم العافية يا تالت.